النهارده ايضا وزير الماليه الدكتور محمد معيط يعني اكد ان هم مستمرين مع رئيس الهيئه العامه للتامين الصحي الشامل، يعني مستمرين في الخبرات ونقل الخبرات الخاصه مع ممثلي هيئه التعاون الدولي اليابانيه الجايكا. عايز اقول لكم ان نقل الخبره في مجال التامين الصحي الشامل مهم جدا بالنسبه لمصر. على الهاتف معي الاستاذ حسام صادق المدير التنفيذي للهيئه العامه للتامين الصحي الشامل. مساء الخير يا استاذ حسام. مساء الخير يا فندم، ازي حضرتك؟ اهلا بيك. ما الذي نريده من جايكا؟ احنا بناخد منهم ايه؟ ايه اللي احنا محتاجينه منهم؟ الحقيقه يا فندم طبعا اهم حاجه في تطبيق منظومه التامين الصحي الشامل الجديده ان احنا نتعلم من خبرات غيرنا، يعني ما ينفعش نبني العجله من الاول زي ما بيقولوا. فكان طبعا كان ابتدينا مع الجهات المانحه زي الوكاله الفرنسيه وزي جايكا وزي البنك الدولي وغيره من الجهات اللي بتتعامل معانا في مصر، ان احنا نبتدي ننقل الخبرات بتاعتهم فيما يخص منظومه التامين الصحي الشامل. فالشغل اللي ما بيننا وبين الجايكا في الاتفاقيه الجديده دي بينصب في الاساس لمنظومه التامين الصحي الشامل، مش في الجزئيه اللي خاصه بتقديم الخدمه الصحيه للمواطن، ولكن للجزء اللي خاص بالتكنولوجيا والتحول الرقمي وازاي عمليه اداره المنظومه بالكامل بتتم. يعني هو مش جاي علشان يقول لك تعالج ازاي، هو جاي يقول لك تدير المنظومه ازاي وساعدك في اداره المنظومه، وانك انت يعني تحولها الى التقنيات والتكنولوجيا المتقدمه علشان يسهل التواصل الداخلي وتنظيمها، مش كده يا فندم؟ مظبوط يا فندم. في الاخر بيضمن لنا ايه؟ بيضمن لنا يعني حسن استخدام المنظومه، بيضمن ان ما يبقاش في عمليه استخدام، عمليه زي ما بيقولوا اهدار في الخدمات اللي بتتقدم، ما يكونش في تلاعب بيحصل على المنظومه، لان في الاول وفي الاخر حضرتك لو تفتكر كنا دايما بنتكلم عن المنظومه دي الاساس فيها الاستدامه الماليه، وان احنا نقدر نحافظ على الاموال اللي موجوده ونصرفها في القنوات السليمه ليها يعني. تمام يا فندم. طيب هيقعد التعاون ده قد ايه؟ كام سنه؟ فتره طويله؟ هل ده مشروع؟ هل ده منحه؟ ده الحقيقه مشروع كامل بمنحه من وكاله التعاون الدولي اليابانيه. الهدف منه او مدته سنتين كاملين، هينتهي في اخر 2024، وبينصب في الاساس زي ما قلت لحضرتك على اداره المنظومه وجزئيه كبيره جدا التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات وازاي هنعمل عمليه الاتمته او الاوتوميشن بتاع المنظومه بالكامل، وكذلك في تدريب ورفع كفاءه للعاملين في الهيئه العامه للتامين الصحي الشامل علشان يقدروا يتعاملوا كمان مع المنظومات التكنولوجيه اللي هتكون متاحه اثناء تقديم الخدمه. دكتور حسام صادق المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة.